السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ الثالث إعدادي، مرحبا بكم في الجزء الثالث من درس علم المناعة لمادة علوم الحياة والأرض. تعرفنا في الجزء الأول على مفهوم جراثيم، أنواعها، أوساط عيشها وخاصيتها. ثم في الجزء الثاني تعرفنا على كيف يتصدى الجهاز المناعي لهذه الجراثيم، حيث يتوفر الجسم على حواجز طبيعية تمنع دخول هذه الجراثيم إلى الجسم. وفي حالة حدوث جرح مثلا، تتمكن هذه الجراثيم من الدخول إلى الجسم، فتتدخل الوسيلة الدفاعية الأولى والتي تتمثل في المناعة الطبيعية الغير النوعية، وذلك عبر حدوث الالتهاب والبلعمة، حيث أن البلعمة هي استجابة مناعية طبيعية غير نوعية موجهة ضد جميع أنواع الجراثيم بدون تمييز وفورية. لكن في بعض الأحيان تفشل البلعميات في القضاء على المولد المضاد، وفي هذه الحالة تتدخل الوسيلة الدفاعية الثانية الأكثر فعالية لكنها بطيئة، والتي تسمى الاستجابة المناعية النوعية، عبر طريقتين مختلفتين: مناعة نوعية ذات مسلك خلطي ومناعة نوعية ذات مسلك خلوي، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الجزء الثالث. لكن قبل التعرف على كيف تتم المناعة النوعية، لا بد من التعرف على الخلايا المناعية المتدخلة في هذه المناعة. الخلايا المناعية هي الكريات الدموية البيضاء، دائما خلايا المناعة تساوي الكريات البيضاء. هذه الكريات البيضاء كلها يتم إنتاجها في النخاع العظمي. إذن في النخاع العظمي توجد خلايا أصل أو خلايا أم، هي التي تعطي الكريات البيضاء الوحيدة النواة والكريات البيضاء المفصلة النواة، بالإضافة إلى الكريات اللمفاوية. الكريات اللمفاوية تنقسم إلى نوعين: كريات لمفاوية بي وكريات لمفاوية تي. الكريات اللمفاوية بي فيها نوع واحد ويمكن أن تتحول إلى بلزمية، وهي التي تتدخل في المناعة النوعية ذات المسلك الخلطي. بينما الكريات اللمفاوية تي فهي تنقسم إلى نوعين: اللمفاوية تي 4 واللمفاوية تي 8. الاختلاف بينهما هو حسب المستقبلات الغشائية الموجودة على غشاء كل خلية، حيث تتوفر لمفاوية تي 4 على مستقبلات سي دي 4، واللمفاوية تي 8 تتوفر على مستقبلات سي دي 8. وهذه اللمفاوية تي 8 هي التي تتدخل في المناعة ذات المسلك الخلوي. لنتعرف أولا على المناعة النوعية ذات مسلك خلطي. إن أجريت لشخص أصيب بمرض الكزاز، إذن سبق أن تعرفنا على مرض الكزاز عندما تحدثنا عن خاصية إفراز السم لدى البكتيريا في الدرس الأول. عندما قمنا بتحليل دم هذا الشخص المصاب بالكزاز، وجدنا سمين الكزاز في الدم. سمين الكزاز هو مادة سامة تفرزها عصيات الكزاز، فهو عنصر أجنبي يسمى مولد المضاد. كذلك وجدنا جزيئات بروتينية في المصل، يعني في الدم. هذه الجزيئات تسمى مضادات الأجسام. كما لاحظنا كذلك ارتفاع في عدد الكريات البيضاء، يعني في الخلايا المناعية. ويبين المنحنى التالي هذه النتائج. إذن في هذا المنحنى لدينا الزمن بالأيام، وهنا بداية الإصابة. لدينا منحنيين: المنحنى الأحمر يمثل سمين الكزاز يعني المولد المضاد، والمنحنى الأزرق يمثل مضادات الأجسام ضد سمين الكزاز يعني السلاح الذي أنتجه جهاز المناعة ضد هذا السمين. إذن عند الإصابة ببكتيريا الكزاز نلاحظ أنه مباشرة يبدأ تركيز سمين الكزاز في الارتفاع تدريجيا، لأن هذه البكتيريا بمجرد دخولها إلى الجرح تبدأ في التكاثر وتفرز في الدم سمين الكزاز الذي ينتشر في الدم ويؤثر على الجهاز العصبي ويؤدي إلى مرض الكزاز. بينما مضادات الأجسام لم تظهر إلا بعد حوالي 5 أيام من دخول البكتيريا. عندما بدأ إنتاج مضادات الأجسام في اليوم الخامس، بدأ ترتفع تركيزها تدريجيا. وفي نفس اللحظة أو في نفس اليوم الذي تم فيه إنتاج مضاد الأجسام، نلاحظ أن سمين الكزاز بدأ ينخفض. هذا يعني أن هذه المضادات التي أنتجها الجسم هي التي أبطلت مفعول هذا السمين.
كما نلاحظ في هذه الصورة. الموضعات الأسامية جزيئات بروتينية مناعتية على شكل حرف إيغريك هي التي باللون الأخضر. نلاحظ أنها قامت بالتثبيت على سمين الكازاز أو المولد المضاد، عندما تثبت عليه فهي تبطل مفعوله ولا تتركه يؤثر على الجسم. في هذه الحالة الوسيلة الدفاعية التي تم استعمالها من طرف الجسم هي مضادات الأسام، بمعنى مضادات الأسام هي السلاح الذي يكون موجها ضد سمين الكازاز. هذه المضادات تكون في المصل وتكون في اللعاب وتكون في حليب الأم، يعني في الأخلاط أو في سوائل الجسم. لهذا تسمى هذه المناعة مناعة ذات مسلك خلطي، لأن المضادات تكون في الأخلاط يعني في السوائل، تكون في الدم في اللعاب في حليب الأم إلى آخره. إذا مضادات الأسام بالفرنسية أنتيكور نرمز لها بأسي، أو تسمى كذلك إيمينوغلوبيلين نرمز لها بإي جي إي ماجيسكول جي مينيسكول، وهو الرمز الذي يستعمل كثيرا. إذا إي جي دائما تعني مضادات الأسام، هي جزيئات صغيرة جدا، وهنا لدينا ملاحظتها بالمجهر الإلكتروني فهي تكون على شكل حرف إيغريك، وهنا لدينا تشكيل هذه الجزيئة بالحاسوب، وهنا لدينا رسم تخطيطي لهذه الجزيئة. عندما نلاحظ جزيئات مضادات الأسام نلاحظ أنها تتكون من جزئين، جزء بالأخضر وجزء بالأحمر. الجزء الأخضر يسمى جزء ثابت وهو متشابه عند جميع أنواع مضادات الأسام، والجزء بالأحمر يسمى الجزء المتغير وهو موقع تثبيت المورد المضاد، بمعنى أن هذا الجزء الذي بالأحمر هو الذي يتعرف على المولد المضاد ويثبت عليه ويبطل مفعوله، وهو يختلف حسب كل مضاد الأسام. مثلا إذا أخذنا نوعين من مضادات الأسام، مثلا مضادات أجسام ضد سمين الكزاز ومضادات أجسام ضد سمين الدفتيريا، سنجد أن هذين النوعين بالنسبة للجزء الأخضر فهو متشابه عند النوعين معا، مضاد الأسام ضد سمين الكزاز يشبه مضاد الأسام عند سمين الدفتيريا بالنسبة للجزء الذي باللون الأخضر، بينما الجزء الذي باللون الأحمر فمضادات الأسام التي تكون ضد سمين الكزاز هذا الجزء يستطيع التعرف على سمين الكزاز فقط، وعند مضادات الأسام ضد سمين الدفتيريا هذا الجزء سيكون مختلف ويستطيع التعرف على سمين الدفتيريا فقط. لدينا 5 أصناف من مضادات الأسام، هي مضادات الأسام من النوع A نرمز لها بـ EGA، EG تعني مضاد الأسام وA تعني من الصنف A، ثم مضادات الأسام EGM، ثم مضادات الأسام EGG، ومضادات الأسام EGE هي التي تكون في حالة الحساسية أو الأرجية سنتعرف عليها في فقرة الاضطرابات المناعية، ثم أخيرا مضادات الأسام EGD. إذا بالرجوع إلى هذا المنحنى، الخاصية التي يمكن أن نستنتجها بخصوص الاستجابة المناعية بمضادات الأسام أو الاستجابة المناعية ذات مسلك خلطي هي أنها استجابة مناعية غير فورية، بمعنى بطيئة، فهي عكس البلعمة، فالبلعمة استجابة فورية بمجرد دخول جراثيم تبدأ، بينما الاستجابة المناعية الخلطية أي بمضادات الأسام فهي استجابة غير فورية. نلاحظ أن بعد مرور 5 أيام تم إنتاج مضادات الأسام، يعني فهي استجابة بطيئة لكنها فعالة. الخاصية الأولى هي أنها استجابة غير فورية. إذن للتعرف على خاصية الاستجابة المناعية بالمسلك الخلطي ننجز التجارب الممثلة في الواتقة التالية. في التجربة الأولى نقوم بحقن فأر سليم ببكتيريا عصيات الدفتيريا، النتيجة نلاحظ موت الفأر بسبب إصابته بالدفتيريا. لماذا نستنتج؟ هو أن عصيات الدفتيريا هي بكتيريا ممرضة، إذن هي مثل عصيات الكزاز تقوم بإفراز سمين الدفتيريا، وسمين الدفتيريا يسبب مرض الدفتيريا الذي أدى إلى موت الفأر. لماذا لم تستطع مناعة هذا الفأر من التغلب على سمين الدفتيريا؟ كما رأينا فهي مناعة غير فورية، يعني تحدث بعد مرور 5 إلى 7 أيام. ولهذا قبل أن يقوم هذا الفأر بإنتاج مضادات الأسام كان قد مات بسبب مرض الدفتيريا، فهي مناعة غير فورية لهذا يموت الفأر. في التجربة الثانية نقوم بحقن الفأر أولا بمصل حيوان، هذا المصل مأخوذ من حيوان شفي من الدفتيريا. ما معنى المصل؟ المصل هو سائل يتم الحصول عليه بعد ترشيح الدم المخطر. رأينا في الدورة الأولى في درس الدم والدوران
بعد عملية فصل الدم أن الدم يتكون من كريات دموية ومن سائل يسمى البلازما. هذا البلازما نقوم بترشيحه فنحصل على المصل، يعني نزيل منه البروتينات التخثر فنحصل على المصل. المصل يساوي البلازما ناقص بروتينات التخثر، يعني بعد ترشيح البلازما نحصل على سائل يسمى المصل. من هذا المصل أخذناه من حيوان شفي من مرض الدفتيريا، يعني أن هذا الحيوان الذي شفي من الدفتيريا فهو يتوفر في دمه أو في مصله على مضادات أجسام ضد سمين الدفتيريا، وبعد ذلك مباشرة نحقنه بعصيات الدفتيريا. النتيجة نلاحظ أن الفأر يبقى سليما. لماذا يبقى سليم بينما في التجربة الأولى يموت؟ لأن هذا المصل الذي أعطيناه لهذا الفأر فيه مضادات أجسام ضد سمين الدفتيريا، وهي التي قضت على سمين الدفتيريا فبقي الفأر حيا. إذن تم نقل المناعة من الحيوان الذي شفي من الدفتيريا إلى هذا الفأر عبر المصل، وهذه العملية تسمى الاستمصال. في التجربة الثالثة قمنا بحقن الفأر بمصل مأخوذ من حيوان لم يسبق له أن أصيب بالدفتيريا، وبعد ذلك حقنا بعصيات الدفتيريا. النتيجة موت الفأر بمرض الدفتيريا. كيف نفسر موت هذا الفأر رغم أننا أعطيناه المصل؟ الفرق بين المصل في التجربة الثالثة والمصل في التجربة الثانية أن في التجربة الثانية فهو مأخوذ من حيوان شفي من الدفتيريا، هذا يعني أنه فيه مضادات أجسام ضد الدفتيريا، بينما في التجربة الثالثة فهو مأخوذ من حيوان لم يصاب بالدفتيريا، يعني هذا المصل لا يحتوي على مضادات أجسام ضد سمين الدفتيريا. يمكن الاستنتاج أن المناعة بواسطة مضادات الأجسام أي بالمسلك الخلطي هي مناعة مكتسبة، يعني الجسم لا يتوفر على مضادات الأجسام إلا بعد دخول المولد المضاد والتعرف عليه وإنتاج مضادات الأجسام ضده. الاستجابة المناعية بالمسلك الخلطي فهي ليست مثل البلعامة، بالنسبة للبلعامة فهي مناعة فطرية غير مكتسبة، يعني تكون لدينا قبل دخول الجراثيم، بينما المضادات الأجسام لا تكون لدينا إلا بعد دخول الجراثيم، فهي مكتسبة. الخاصية التي تكشف عنها التجربة الثالثة هي أن هذه المناعة مكتسبة. وفي التجربة الرابعة قمنا بحقن الفأر بمصل حيوان شفي من الدفتيريا، وبعد ذلك حقناه بعصيات الكزاز. النتيجة نلاحظ موت الفأر بسبب إصابته بمرض الكزاز. لماذا مات هذا الفأر؟ هذا المصل مأخوذ من حيوان شفي من الدفتيريا، بمعنى فهو يحتوي على مضادات الأجسام، ومع ذلك لم تستطع هذه المضادات من حماية الفأر من الموت. لماذا؟ لأن هذه المضادات فهي نوعية، بمعنى تستطيع التعرف على نوع واحد فقط من المولد المضاد. المضادات الأجسام الموجودة في هذا المصل تكون موجهة فقط ضد سمين الدفتيريا، ونحن أعطينا الفأر عصيات الكزاز التي تفرز سمين الكزاز، فهذه المضادات لم تتعرف على سمين الكزاز، لهذا مات الفأر. نستنتج من التجربة الرابعة أن الاستجابة المناعية بمضادات الأجسام أي بالمسلك الخلطي استجابة مناعية نوعية، بمعنى تكون موجهة ضد نوع واحد فقط من المولد المضاد. للتعرف على الخاصية الأخرى للاستجابة المناعية بالمسلك الخلطي نحقن فأر بمولد مضاد، ثم نتتبع إنتاج وتركيز مضادات الأجسام حسب الزمن، لأن الزمن هنا لدينا بالأسابيع. في الحقنة الأولى بالمولد المضاد هذا المنحنى يمثل تغير مضادات الأجسام، نلاحظ أنه بعد حوالي أسبوع يبدأ إنتاج مضادات الأجسام، لأن فيقولنا استجابة غير فورية لا تتم مباشرة بعد دخول المولد المضاد لكنها تأخذ وقتا حوالي أسبوع، فيبدأ الجسم بإنتاج مضادات الأجسام، وبعد ذلك تبدأ مضادات الأجسام في الانخفاض تدريجيا، لأن مضادات الأجسام مدة عيشها محدودة لا تبقى طيلة الحياة معنا، فتبقى حوالي 4 إلى 6 أسابيع وتختفي. في الحقنة الثانية نلاحظ أن بمجرد دخول المولد المضاد يبدأ إنتاج مضادات الأجسام وبكمية كبيرة جدا بالمقارنة مع الحقنة الأولى. في الحقنة الأولى نسميها الاستجابة الأولية، وفي الحقنة الثانية نسميها الاستجابة الثانوية.
الاستجابة الأولية يكون إنتاج مضادات أجسام غير فوري وبكمية قليلة، بينما في الاستجابة الثانية أو في الحقنة الثانية يكون إنتاج مضاد الأجسام فوري بمجرد دخول المريض المضاد وبكمية كبيرة جدا. من هذه الخاصية نسميها خاصية الذاكرة المناعتية، لأنه في الأول عندما يدخل المولد المضاد في الاتصال الأول بالمولد المضاد تعرف اللمفاوية الطبيعية على هذا المولد المضاد فتقوم بالتكاثر وتفرز مضادات الأجسام. لاحظوا كمية مضادات الأجسام تكون قليلة في الأول، وجزء من هذه اللمفاوية الطبيعية التي تعرفت على هذا المولد المضاد يحتفظ بها في الجسم وتسمى لمفاوية الطبيعية ذاكرة. وعند الاتصال الثاني بنفس المولد المضاد لابد أن يكون نفس المولد المضاد تتم الاستجابة بسرعة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن هذه اللمفاوية الطبيعية الذاكرة التي تم الاحتفاظ بها في الاتصال الأول هي التي تتكاثر بسرعة وتفرز كمية كبيرة من مضادات الأجسام، لأن سبق لها أن تعرفت على المولد المضاد في الاتصال الأول. لهذه الخاصية نسمي خاصية الذاكرة المناعتية، وهي التي يعتمد عليها في مجال التلقيح. إذن الاستنتاج الذي يمكنه أو الترخيص الذي يمكنه الوصول إليه بعد دراسة الاستجابة المناعتية بالمسك الخلطي، يتم هذه الاستجابة المناعتية في هذه الحالة بواسطة مضادات الأجسام. هذه المضادات تتواجد في الأخلاط أي سوائل الجسم مثل المصل مثل اللعاب مثل حليب اللون، لهذا تسمى استجابة مناعتية بالوسيط الخلطي، نسميها بالوسيط الخلطي أو بالمسلك الخلطي. ومن خاصياتها أنها الخاصية الأولى أنها استجابة غير فورية أي بطيئة، فهي لا تتم إلا بعد 5 إلى 7 أيام من دخول المولد المضاد. الخاصية الثانية هي استجابة مناعتية مكتسبة، يكتسبها الجسم بعد دخول المولد المضاد ولا تكون قبل ذلك، يعني مضاد الأجسام لا تكون لدينا إلا بعد دخول المولد المضاد، هذه الخاصية نسميها مكتسبة. الخاصية الثالثة أنها مناعة نوعية أي تكون موجهة ضد نوع واحد من المولد المضاد وهو الذي أدى إلى إنتاجها، يعني هذا المولد المضاد الذي أدى إلى إنتاجها هو الذي تتعرف عليه فقط، إذن فهي مناعة نوعية. الخاصية الرابعة أن لها ذاكرة مناعتية، عند دخول المولد المضاد للمرة الثانية تكون الاستجابة فورية وبكمية كبيرة من مضادات الأجسام، لأن الجسم يكون قد احتفظ بلمفاوية بذاكرة سبق لها التعرف على هذا المولد المضاد. لنتعرف الآن على آلية الاستجابة المناعية بالمسلك الخلطي، يعني كيف يتم إنتاج مضادات الأجسام. عندما تفشل البلعاميات في القضاء على المولد المضاد تقوم هذه البلعامية بتنشيط كريات بيضاء خاصة نسميها اللمفاويات T4 المساعدة. لمفاويات T4 المساعدة هي هذه الخلية، تقوم هذه البلعامية بتقديم المولد المضاد إلى اللمفاويات T4 من أجل تحسيسها أو تنشيطها. إذن هذه البلعامية تعرض على هذه اللمفاويات T4 المولد المضاد. اللمفاوية T4 تتعرف على هذا المولد المضاد فتصبح نشيطة، وعندما تصبح نشيطة تقوم بدورها بتنشيط كريات بيضاء أخرى هي اللمفاويات B. تقوم اللمفاوية T4 بتنشيط كريات لمفاوية B، وعندما تتعرف الكريات اللمفاوية B على هذا المولد المضاد تصبح نشيطة. إذن هذه اللمفاويات B التي تتمكن من التعرف على المولد المضاد البكتيريا في هذه الحالة تصبح نشيطة، وعندما تصبح نشيطة تبدأ هذه اللمفاوية B بالتكاثر بسرعة كبيرة جدا عبر عملية الانقسام فتعطي لمة من اللمفاويات B. لماذا نسميها لمة وليس مجموعة؟ لأن كل اللمفاويات B متشابهة تأتي من نفس الخلية B عبر عملية الانقسام. هذه اللمة تنقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى أو الجزء الأول نسميها لمفاويات B ذاكرة وتعيش مدة طويلة فطمعنا عدة سنوات. هذه اللمفاويات B الذاكرة يتم الاحتفاظ بها في الأعضاء اللمفاوية تحسبا لإصابة مرة أخرى بنفس المولد المضاد، إذا عندما يدخل نفس المولد المضاد يتعرف عليه بسرعة وتقضي عليه بسرعة. والجزء الثاني من اللمفاويات B يتم هذه اللمفاويات B الجزء الثاني منها يتفرق إلى خلايا نسميها بلزاميات، هي التي بالأصفر تسمى بلزامية. هذه البلزامية تقوم بإنتاج مضادات الأجسام، لنفاوية B الجزء الثاني منها يتحول إلى بلزامية. هذه النفاوية B طبعا مدة عيشها محدودة ليست مثل الذاكرة،
وكلها تتحول إلى بلزميات، والبلزميات تنتج مضادات الأجسام، وهذه المضادات هي التي ستقضي على هذا المولد المضاد الذي أدى إلى إنتاجها وهو البكتيريا في هذه الحالة. إذن فهي نوعية موجهة فقط ضد هذا النوع من البكتيريا. هذه المضادات التي تم إنتاجها تأتي وتثبت فوق هذا المولد المضاد، فيتشكل لنا مركب نسميه المركب المنيع، أو يسمى المركب مولد المضاد مضادات الأجسام، لأنه يتكون من المولد المضاد الأصفر البكتيريا ومن مضادات الأجسام هي هذه الجزيئات على شكل حرف إيغريك. إن هذا المركب يبطل مفعول المولد المضاد، إن هذه البكتيريا لا يمكن أن تهاجم الجسم لأنها مثبتة من طرف مضادات الأجسام، ولا يمكنها أن تنقسم وتتكاثر لأنها مثبتة كذلك، إذن يتم إبطال مفعولها. بعد ذلك تأتي البلعامية وتبتلع هذا المركب بأكمله وتقوم بهضم هذه البكتيريا أو هذا المولد المضاد وتطرح الحطام، يعني يصبح من السهل على البلعامية القضاء على هذه البكتيريا أو هذا المولد المضاد، وهكذا يتم إبطال مفعول المولد المضاد بواسطة مضادات الأجسام. استنتاج: عندما تفشل البلعامية في القضاء على المولد المضاد تقوم بتنشيط كريات لنفاوية خاصة تسمى الكريات اللنفاوية T4 L4 المساعدة، والتي تقوم بدورها بتنشيط لنفاويات أخرى هي لنفاوية LB لنفاوية B، والتي تتعرف على المولد المضاد فتصبح نشيطة فتتكاثر لتعطي لمة من LB. هذه اللمة تنقسم إلى قسمين أو مجموعتين، الجزء الأول منها يتحول إلى LB ذاكرة مدة عيشها طويلة تخزن في الأعضاء اللنفاوية تحسبا لإصابة محتملة بنفس المولد المضاد، حيث تكون الاستجابة سريعة وفورية. أما الجزء الثاني فيتفرق، بمعنى يتحول إلى بلزميات تنتج مضادات الأجسام، وهي عبارة عن جزيئات بروتينية على شكل حرف إيغريك والتي تثبت على المولد المضاد، فيتشكل المركب المانية أو يسمى كذلك المركب مولد مضاد مضادات الأجسام، مما يؤدي إلى إبطال مفعول المولد المضاد فتسهل بلعمته، يعني يصبح من السهل للبلعمة القضاء عليه. المناعة النوعية ذات مسلك خلوي: عندما يكون المولد المضاد عبارة عن خلية سرطانية أو خلية معفنة بالحمات أو بالفيروسات أو بالبكتيريا الدم خلوية، يعني البكتيريا التي تكون داخل تتكاثر داخل الخلايا مثل بكتيريا عصية كوخ مثلا التي تسبب مرض السل، إذن في هذه الحالة لا يتم القضاء عليها بالمسلك الخلطي أي بمضادات الأجسام، لأن هذه البكتيريا تكون داخل الخلايا وبالتالي مضادات الأجسام لا تصل إليها. في هذه الحالة يتم اللجوء إلى المسلك الخلوي والذي تتدخل فيه اللنفاويات T8. عندما يكون المولد المضاد صغير جدا مثل السمينات مثل البكتيريا يتم القضاء عليها بواسطة مضادات الأجسام أو بالمسلك الخلطي، ولكن عندما يكون المولد المضاد عبارة كبير عبارة عن خلية كالخلايا السرطانية أو خلايا معفنة، في هذه الحالة يتم القضاء على هذا المولد المضاد بواسطة المسلك الخلوي الذي تتدخل فيه اللنفاويات T8. فكيف يتم ذلك وما هي خاصياتها؟ من هذا ما سنتعرف عليه. خاصيات استجابة المناعة بالمسلك الخلوي: داء السل هو مرض خطير يصيب رئة الإنسان والحيوان، تتسبب فيه بكتيريا تسمى عصية كوخ نرمز لها BK باسيل دو كوخ. يمكن الحصول على شكل وهن للعصية الدرنية البقرية، يعني شكل وهن يعني غير ممرض، نفس البكتيريا عصية كوخ لكنها تكون وهنة بمعنى غير ممرضة أو ضعيفة، يدعى عصية باسيل دو كالمات إيغيغان نرمز لها BCG وهو اللقاح الذي يستعمل ضد مرض السل، وتستعمل عصاية BCG للتلقيح بالضباء السل. في التجربة الأولى وهي تجربة شاهدة أخذ فأر سليم، بعد مرور شهر نحقنه بعصاية كوخ، النتيجة موت الفأر بعد بضعة أيام، إن هذا الفأر يموت بسبب إصابته بمرض السل نتيجة حقنه ببكتيريا عصاية كوخ، فهذا الفأر ليس لديه مناعة ضد عصاية كوخ. في التجربة الثانية قمنا بحقن الفأر الثاني BCG يعني عصاية كوخ واهنة غير ممرضة، وبعد مرور شهر
قمنا بحقنه بعصاية كوخ ممرضة ببيكا. لاحظنا أن الفأر يبقى سليم. ما هو التفسير لماذا في التجربة الأولى يموت في التجربة الثانية لا يموت؟ لأنه في التجربة الثانية عندما حقناه ببي سي جي هذا الفأر اكتسب مناعة ضد هذه العصية ضد عصية كوخ، وهنا تعرف عليها جهاز المناعي وأنتج مناعة ضدها. وعند دخول عصية كوخ الممرضة بعد شهر بقي الفأر سليما، لأن هذه الذاكرة المناعية التي اكتسبها في الحقن الأول هي التي تقضي على هذه البكتيريا، وبالتالي يبقى الفأر سليما. إذن نقول أن هذا الفأر أصبح ممنع ضد عصية كوخ، يعني أصبحت هذه مناعة ضد عصية كوخ. في التجربة الثالثة إذا لدينا هذا الفأر الثاني الذي أصبح ممنع ضد بيكا ضد عصية كوخ، يعني أصبح لديه مناعة ضد عصية كوخ، أخذنا منه المصل من حقن مصل الفأر الثاني، أخذنا المصل من هذا الفأر الثاني وحقناه في الفأر الثالث. بعد ذلك مباشرة حقنا هذا الفأر الثالث بعصية كوخ الممرضة، النتيجة موت الفأر الثالث. كيف نفسر موت الفأر الثالث؟ رغم أننا أعطيناه المصل المأخوذ من حيوان لديه مناعة ضد عصية كوخ، هذا يعني أن المناعة ضد عصية كوخ لا تتم بواسطة مضادات الأسام، فلو كانت تتم بمضادات الأسام كان سيكون هذا المصل فيه مضادات الأسام ضد عصية كوخ، وبالتالي هذه المضادات كانت ستقضي على هذه البكتيريا وكان سيبقى الفأر سليما. الموت الفأر يدل على أن المناعة ضد عصية كوخ لا تتم بواسطة مضادات الأسام، يعني لا تتم بالمسلك الخلطي. فكيف تتم؟ في التجربة الرابعة هذا الفأر الثاني الذي لديه مناعة ضد عصية كوخ نأخذ منه كريات لمفاوية حية، نأخذها من الطحال ثم نعطيها للفأر الرابع، نحقن الكريات اللمفاوية المأخوذة من الفأر الثاني من طحال الفأر الثاني ونعطيها للفأر الرابع. بعد ذلك نحقن الفأر الرابع بعصية كوخ ممرضة، النتيجة يبقى الفأر سليما. كيف نفسر ذلك؟ هذه الكريات اللمفاوية التي أخذناها من الفأر الثاني وأعطينا الفأر الرابع هي التي تصدت لعصية كوخ، وهذا ما أعطى المناعة للفأر الرابع وبالتالي يبقى سليما. لأن في هذه الحالة الذي يقضي على عصية كوخ ليس هو مضاد الأسام وإنما هو الكريات اللمفاوية، يعني الخلايا، وبالضبط الكريات اللمفاوية تي 8. لهذا نسمي هذا النوع من المناعة بالمناعة ذات مسلك خلوي، لأن الخلية هي التي تتدخل في القضاء على المولد المضاد وليست مضادات الأسام. إذا في هذه الحالة يتم القضاء على المولد المضاد سواء خلية معفنة مثل خلايا معفنة بعصية كوخ مثلا، أو خلية سرطانية بواسطة خلية هي اللمفاوية تي 8 القاتلة، نسميها LTC سيتوتوكسيك، يعني سيتوتوكسيك يعني قاتلة. لهذا تسمى استجابة مناعية بالمسلك الخلوي، ومن خاصياتها أنها إذا فهي لها نفس خاصية الاستجابة المناعية الخلطية. أولا فهي غير فورية أي بطيئة، فهي لا تتم إلا بعد أيام من دخول المولد المضاد. كذلك مكتسبة، يكتسبها الجسم بعد دخول المولد المضاد ولا تكون قبل ذلك. الخاصية الثالثة أنها مناعة نوعية، أي تكون موجهة ضد نوع واحد من المولد المضاد وهو الذي أدى إلى إنتاجها. والخاصية الرابعة أنها لها ذاكرة مناعية، فعند دخول المولد المضاد للمرة الثانية تكون الاستجابة فورية وسريعة، لأن الجسم يكون قد احتفظ بلمفاوية تي 8 ذاكرة سبق لها التعرف على هذا المولد المضاد. آلية الاستجابة المناعية بالمسلك الخلوي، في حالة مثلا إذا كان المولد المضاد عبارة عن خلية معفنة مثل خلية معفنة بالحمات أو الفيروسات أو خلية معفنة بعصية كوخ مثلا، تقوم البلعاميات بعرض هذا المولد المضاد على الكريات اللمفاوية تي 4 المساعدة. في اللمفاوية تي 4 تتدخل في المسلك الخلطي وفي المسلك الخلوي كذلك، تقوم بتقديم هذا المولد المضاد وعرضها على اللمفاوية تي 4 فتتعرف عليه اللمفاوية تي 4 فتصبح نشطة. بعد ذلك عندما تصبح اللمفاوية تي 4 نشطة تقوم بدورها بتنشيط كرية لمفاوية خاصة هي كرية لمفاوية تي 8، هذه اللمفاوية تي 8 التي تتعرف على المولد المضاد، وفي هذه الحالة المولد المضاد يكون هو الخلية المعفنة.
من هذه اللمفاوية الطيئة التي تتعرف على المورد المضاد وهو الخلية المعفنة سواء بالحمات أو ببكتيريا مثل بكتيريا عصاية كوخ تصبح نشطة فتبدأ بالتكاثر لتعطي لمة من اللمفاويات الطي. هذه اللمة تنقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى نسميها لمفاويات الطي ذاكرة تعيش مدة طويلة وتبقى في الأعضاء اللمفاوية تحسبا لإصابة محتملة بنفس المورد المضاد حيث ستكون الاستجابة سريعة وفورية. والجزء الثاني يتفرق أو يتحول إلى لمفاويات الطي المميتة أو نسميها لمفاويات الطي القاتلة نرمز لها بLTC لنفوسيت طي سيتوتوكسيك. هذه لمفاويات الطي القاتلة هي التي تقضي على المولد المضاد. لكن كيف تقضي عليه؟ تأتي لمفاويات الطي المميتة وتتماس مع المولد المضاد وهو الخلية المعفنة. عندما تتماس معه تقوم لمفاويات الطي بإفراز مواد كيميائية مثل البيرفورين وأنزيم الجرانزيم. هذه المواد تقوم بإحداث ثقوب في الخلية المعفنة فيدخل الماء وتنحل هذه الخلية المعفنة وتتحطم، وعندما تتحطم تأتي البلعمية وتبتلع بقايا وحطام هذه الخلية المنحلة. من هذه العملية التي تقوم به اللمفاوية الطي المميتة من أجل القضاء على الخلايا المعفنة نسميها السمية الخلوية. لأن في هذه الحالة يتم القضاء على المورد المضاد وهو الخلية المعفنة بواسطة خلية وهي الخلية LTC القاتلة أو المميتة، لهذا نسمي هذه المناعة بمناعة ذات مسلك خلوي. من هنا لدينا ملاحظة مجهرية تبين تماس بين اللمفاوية الطي المميتة بالأحمر والمولد المضاد وهو الخلية المعفنة. بعد ذلك تقوم اللمفاوية الطي القاتلة بإفراز قلنا مواد كيميائية مثل البيرفورين والجرانزيم والتي تحدث ثقوبا في هذه الخلية المعفنة فتمتلئ بالماء وتنحل وتتفرقع. ثم بعد ذلك تأتي البلعمية وتبتلع حطام وبقايا هذه الخلية المعفنة وتطرح الحطام خارجا. إذا في حالة الخلايا السرطانية أو الخلايا المعفنة تقوم الكريات اللمفاوية الطي 4 المساعدة بتنشيط اللمفاوية الطي 8 والتي تتعرف على المولد المضاد فتصبح نشيطة فتتكاثر لتعطي لمة من الطي 8. هذه اللمة تنقسم إلى قسمين، الجزء الأول منها يتحول إلى لمفاوية الطي 8 ذاكرة تخزن في الأعضاء اللمفاوية تحسبا لإصابة محتملة بنفس المولد المضاد حيث تكون الاستجابة سريعة، بينما الجزء الثاني يتفرق إلى لمفاوية الطي سي قاتلة أو نسميها كذلك الطي سي مميتة مما والتي تقضي على الخلية المعفنة عبر آلية السمية الخلوية حيث تتماس معها وتفرز مواد كيميائية مثل البيرفورين والجرانزيم التي تحدث ثقوبا في الخلية المعفنة فيدخل الماء فتتفرقع الخلية المعفنة وتنحل. ثم تأتي البلعمية وتبتلع الخلية المعفنة المنحلة، وهكذا يتم القضاء على المولد المضاد. نفس الشيء يحدث بالنسبة للخلايا السرطانية. إذن فالمناعة النوعية تتم عبر مسلكين، بالمسلك الخلطي أي بمضادات الأجسام، أو بالمسلك الخلوي التي تتدخل في لمفاوية الطي القاتلة وهي مناعة غير فورية لكنها فعالة وتتميز بخاصية الذاكرة المناعتية مما يعطي الجسم مناعة ضد الكثير من الأمراض. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس، ويمكنكم ترك تساؤلاتكم في التعليق أسفل الفيديو. للقاء في الدرس المقبل إن شاء الله.